بسم الله الرحمن الرحيم. برحب بحضراتكم والدنيا بخير. دايما بنختار أوقات استجابة الدعاء ونرفع أيدينا للسماء بكل حلم وأمنية. دعينا يوم عرفات زي ما بندعي في كل يوم مبارك من مناسباتنا الدينية. طيب فاكرين لما مرة طلبتوا من مريض يدعي لكم قبل ما يعمل عملية؟ ولا الأم لما تدعي تكره اللي يأمن وراها أصلها عارفة إن دعوتها للسماء معدية؟ يا ترى فعلا هي دي الدعوات اللي لا ترد وإجابتها حقيقة واقعية، ولا في دعوات تانية لا ترد من هم أصحابها أصحاب القلوب التقية؟ وإمتى يكون دعائنا مجاب ومفيش بيننا وبين ربنا حجاب في أمور الحياتية؟ أصحاب الدعوات اللي دعوتهم لا ترد، وإزاي نكون إن شاء الله منهم؟ ده اللي هنقوله النهاردة إن شاء الله مع فضيلة الشيخ الدكتور رمضان عبد الرازق عضو اللجنة العليا للدعوة بالأزهر الشريف، وإن شاء الله هنكون في انتظار تليفونات حضراتكم وأسئلتكم. فضيلة الشيخ سلام عليكم، وكل عام وحضرتك بألف خير وحمد لله على السلامة، ونورتنا وحشتنا وكل حاجة. يا ربي يبارك في عمرك. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. كل عام وحضرتك وولادك وحبايبك والمشاهدين جميعا وكل العاملين في هذه القناة الحبيبة إلى قلبي بخير وسعادة وبصحة وعافية وقرب ربنا. أمين. والحمد لله، يعني كنت فاكركم بالدعاء وتشرفت أن أنا كنت في بعض الأوقات موجود على الهواء يوم عرفات. صحيح. ودعيت لحضرتك ولولادك بالاسم، وألف سلام على حضرتك. الله يسلمك. وربنا يكبر خاطرك دايما ويملى جسمك صحة وعافية. أمين. ويملى قلبك سكينة وطمأنينة. أمين. ويملى بيتك غنى وسعادة حضرتك وكل العاملين في هذه القناة الجميلة وجميع المشاهدين في مشارق الأرض ومغاربها. أمين يا رب. أمين, أمين, أمين يا رب. وحضرتك راجع كده من الحج ودعيت للناس كلها، وربنا يا رب يتقبل. وإحنا بنتكلم عن الدعاء ومين اللي تقبل دعوتهم. بسم الله والحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد. عارف حضرتك، من الحاجات اللي يعني كنت بفكر فيها وفي عرفات، أنه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. طب سيدنا النبي يقول افضل الدعاء دعاء يوم عرفه، وبعدين يقول لا اله الا الله وحده لا شريك له. طب هو لا اله الا الله دعاء؟ ما هو فيه الناس مش واخده بالها ان الدعاء نوعان، دعاء ثناء ودعاء طلب ورجاء. فانا لما بقول يا رب يا رحمن يا رحيم يا ملك يا مليك يا مقتدر يا حي يا قيوم، ده دعاء. أنا أثني على ربي، أعمل ده المقدمة وصلي على سيدنا النبي، وبعدين الطلب والرجاء. هكذا علمتني سورة الفاتحة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد إياك نستعين، عايز إيه؟ اهدنا الصراط المستقيم. فالنصف الأول ثناء مدح وثناء لله، والنصف الثاني طلب ورجاء، بطلب بقى من ربنا. لفت نظري حاجة تقريبا، انه معظم ما يحدث معنا يا أستاذة لمياء في حياتنا بعد الأخذ بالأسباب وهذه الأمور، إنما هو سر من أسرار الدعاء. في دعوة دعيتها زمان قوي فجأة لقيتها اتحققت دلوقتي. سبحان الله. في دعوات كتيرة جدا دعيتها ونسيتها. أنت تنسى، ربنا لا ينسى. فأكثر كنز ممكن يتفتح للبني آدم كنز الدعاء. ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعجز الناس
من عجز عن الدعاء. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. وسيدنا النبي يقول من لم يدعو الله يغضب عليه. يا ايه ده، انت لو ده الابن لو طلب من ابوه كتير الاب يزهق رغم انه فلذت كبده وقلبه كل حياته، لكن ربنا عايزنا طول الوقت، لكن هو يريدنا اطلب اطلب. لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجبه. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. الدعاء هو العبادة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، ما قالش عن دعائي، فدل على أن الدعاء عبادة. لأن اللي ما يدعيش ربنا حاجة من اتنين، يا متكبر أصله عنده كل حاجة في مش محتاج في وجهة نظره، يا يائس، والاثنين اصعب من بعض. وعشان كده من لم يدعو من لم يسال الله يغضب عليه. فاكرم شيء على ربنا الدعاء، هو سبيل السعاده، هو سبيل الخروج من الشقاء والهم والغم. ولم اكن بدعائك ربي شقيا، احفظوها كده، لا شقاء مع الدعاء من المأسورات. طب عمرك ما تشقى وانت بتدعي؟ هو في حد يشقى وهو ربنا؟ بس ما اجمل بقى، الله يبارك في عمرك، ما اجمل بقى ان انا احقق اداب الدعاء. لان حضرتك عجبني قوي عنوان الحلقة، دعوات لا ترد. مين هم الذين لا ترد دعواتهم؟ أصل احنا لما نيجي بقى على الدعاء الذي لا يرد لازم تتكلم على الأماكن، في أماكن لا ترد فيها الدعاء، وفي ساعات وأوقات أزمان. يبقى مكان وزمان وحال وشخص، تقسيمة جديدة حلوة قوي. فيه مكان لا ترد فيه الدعاء، فيه زمان لا ترد فيه الدعاء، فيه حال لا ترد فيه الدعاء، فيه شخص لا ترد له دعوة. طب ما أنا أقولهم بقى كده. نقول إيه بقى؟ نقولهم كلهم. لا بقى كلهم. كلهم طبعا كده ليه النهاردة؟ ممكن واحد اختاري؟ لا. حاضر. الأماكن حضرتك، الثلث الأخير، مكان دبر الصلوات، تمام، عرفات، لا في ليلة القدر، فكما مكان الكعبة، الروضة الشريفة، يبقى كأماكن يوم عرفة، وخاصة وقفة عرفات في يوم عرفات في جبل المكان عرفات، مكان في جبل، جبل جبل عرفات، تمام، الروضة الشريفة كمكان، على المنبر كمكان، يوم في اللهم صل على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة، عند الملتزم، عند الحجر الأسود، ففي أماكن كتير زي كده. طب زمان، طب ناخد التليفون ونقول الزمان. مدام مروة، مدام مروة اتفضلي. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. دي انا عندي سؤالين دلوقتي بخصوص الدعاء يعني. اتفضلي. اول حاجه، انا عندي يعني عايشه حياتي كده بقالي 5 شهر، قلب فظيع جدا عظيم جدا، وفقدت حاجات كتير. انا مش سامعه حضرتك بتقولي. عايشه ايه؟ عايشه الايام الاخرانيه دي في مشاكل كتير وقلب كتير وتعب كتير. انا كنت عايزه اسال يعني، هل في رمضان الى ايه الاول؟ إن ربنا يفضلك ربنا وقدر المسلمين، وعايز أسأله عن شخصين. طب حاجة الناس، أنا مش سامعة كويس. معانا؟ أيوة سامعة. معلش أنا مش سامعة حضرتك كويس، لو تقفي في مكان بس السيجنال فيه كويسة. طب كده كويس؟ اتفضلي، بتقولي عشتي جزء من حياتك في ابتلاءات. وابتلاءات كتير. تمام. بس كنت عايزة الشيخ رمضان يدعي لي. حاضر، عايزة الشيخ رمضان. عايز أسأله عن حاجتين. اتفضلي. قالوا عن حاجتين، أول حاجة أنا وأنا بصلي بعيط غصب عني، بس ببقى عيط منه إن أنا ببقى عايزة ربنا يستجيب لدعايا، وببقى عايزة زعلان على اللي حصل، فده يعتبر دعاء يعني عياط إيمان، ولا ده عياط بيبقى عشان أنا عايزة حاجة، فهماني يعني؟ بقول لك العين اللي بتعيط لربنا ما بتدخلش النار، فأنا عايزة أعرف إن أنا فيه ده هيوقفني أو هيكون لي عند ربنا حسنات ولا لأ؟ وبعدين عايزه اسال عن كمان، ليا ناس المفروض يقفوا معايا، انا زعلانه منهم اللي ما وقفوش معايا ابدا. لا مش سامعه، مش سامعه. بتقولي ليكي ناس ايه؟ كانوا المفروض يعني كانوا يساعدوني في الكشف دي وما ساعدونيش. يا ترى زعلي منهم دوت يبقى سيئات عليا؟ يا ترى ده ايه؟ يا ترى ده ايه؟ يعني زعل منهم والمشاكل اللي معاهم دي. انا مش قادره اقول لهم زعلانه منهم عشان ما كانوش معايا، بس انا حاسه ان هم
يعني ضميري مش مرتاح لهم، فده يعتبر سيئات ان هم ما ساعدونيش في حاجه وسابوني اغرق لوحدي، دي سيئات عليا. حاضر. ان انا عايزه اوصلهم حاضر. طيب هي عايزه الاول حضرتك تدعي لها ان ربنا ان شاء الله يفك كربها. ادعو الله عز وجل لها ولكل مكروب. اسال الله عز وجل باسمه الاعظم الذي اذا دعي به اجاب واذا سئل به اعطى. يا الله يا حي يا قيوم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الاولين وفي الاخرين وفي كل وقت وحين. يا رب نفس الهم عن كل مهموم، يا رب اشفي كل مريض، عافي كل مبتلى، نفس هم كل مهموم، فرج كرب كل مكروب، اكشف غم كل مغموم، سدد دين كل مدين، اقضي حاجة كل محتاج، يا رب اعطي كل محروم، يا رب اكشف عنا وعنكم جميعا كل شكوى، وادفع عنا وعنكم جميعا كل بلوى، وحقق الله لنا ولكم كل تقوى ونجوى، اللهم امين امين امين، آمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد. هي بتقول ان هي بتدعي وهي بتصلي بتعيط كتير علشان عايزه ربنا يستجيب دعائها، وعشان هي زعلانه على اللي ممكن يكون حصل لها او الابتلاءات اللي حصلت لها. مش كنتش سامعه قوي هي قصدها ايه، بس هل ده مثلا ممكن تكون قصدها انه ممكن يكون ده اعتراض على اللي ربنا سبحانه وتعالى اداهولها؟ هل هي البكاء ده عشان هي في حاجه في اللحظه دي لاستجابه الدعاء ولا ايه؟ شوفي حضرتك، هو ألم البدن وبكاء العين ووجع القلب طالما هو في إطار الألم فقط، مش الاعتراض. أيوة، مش ليه يا رب. الله يبارك في عمرك، عندها ما فيش أي مشكلة خالص، ليس هناك تضاد بين أنك تتألم، أنت بشر من حقك تتألم، إيه المشكلة؟ حصلت مشكلة، مات الأب، أنا متألم لكن أنا راضي، ليس هناك تضاد بين الألم والرضا. زي بالضبط ولله المثل الأعلى، المريض الذي يتألم عند أخذ الحقنة وهو راضي بها طلبا للعلاج، هو ده ما يمنعش أنه يتألم عند أخذها لكن هو راضي بها ولله المثل الأعلى. حصل أنه مات الأب فهو متألم وموجوع قلبه لكنه راضي مش معترض، زي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ولده إبراهيم قال إن العين لا تدمع، عينه بتعيط، وإن القلب لا يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. يعني النفس متألمة والقلب موجوع والعين دامعة، ولكن إحنا راضيين بقضاء الله عز وجل، فما فيش تضاد ما بين الألم والرضا. ممكن البدن متألم لكن القلب راضي. طيب هناخد مدام رضا ونجاوب على السؤال التاني. مدام رضا اتفضلي. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. دكتوره لمياء، بصي انا مش عارفه اشكرك ازاي على البرنامج ده. ربنا يبارك لك يا رب. وفريق الاعداد بجد يعني قمه الاحترام والتقدير. ربنا يخليك يا رب. عامله ايه؟ والشيخ رمضان الله يبارك له. امين. اتفضلي، اهلا بيكي. انا عندي مشكله بس بالله عليك اصبري عليا شويه. حاضر. عينيا. انا كنت متجوزه من 10 سنين ومعايا 3 بنات وربنا رزقني بزوج على قد حنيته وطيبته وعدم حرمانه لينا من اي شيء، بس يعني عنده لسانه طويل. ده ابو اولادك؟ ابو اولادي لسانه طويل جدا وبالفاظ مش كويسه. وانا مكمله يعني، انا سالت كتير قالوا لي اصبري اصبري وادعي له. كل ده انا صبري عليه. مشكلتي دلوقتي في اهله. انا قاعده حماتي عامله بيت للسلايف لوحدينا. انا جيت اتخانقت مع سلفتي، سلفي الكبير جه راح شحتنا احنا الاثنين من البيت. فطلعنا رجع واحده وانا مش عايز يرجعني عشان اخته غلطت فيا، فانا رديت عليها. فليه وليه ان انا رديت على اخته الغلط؟ فجيت اخوه، هم متخانقين، عندهم اخ متخانقين معاه ما بيكلموهش خالص، ولا امه ولا اخواته. فاخو جودي ده بيكلمه، فجه والدي وقال له وكلم والدي وقال له ده بيت ابونا ومحدش له ان هو يطلعها منه، فرجعوني. انا رجعت يعني برضه قلت بيتي واولادي ورجعت. راح سلفي مخبط عليا اللي طردني اول مره وطردني تاني مره. جوزك فين؟ جوزي موجود بس عنده انتماء لاهله. يعني جوزك موافق ان اخوه يطردك بره بيتك؟
كان واقف. ايوه كان موافق موجود. موافق موافق. ايوه كان واقف، وهو بيقول له دي تطلع بره ما دام غلطت في ابوك. اخته مثلا وصلت له ان انا غلطت في ابوه، قلت له انا ما غلطتش في ابوك. فقال له انت عايزها تمشي خلاص تمشي، لولا سيف اللي جابني هو اللي اتخانق وزعق وقامت خناقه، فرجعت تاني بيت ابويا. كل دلوقتي سيف اللي طردني ردود جاي افعال ياخدني. الفعل. يعني بابا ما هي هي حضرتك بتقول ان هي عشان خاطر ردت على اخته، يعني اخته شتمتها فهي راحت ترد على عليها. اخته بس ولا على اخته ووالدته ووالده؟ لا لا، والده ميت وما ردش على حضرتك والدته. دلوقتي بتحكي لنا ردود افعال من هي الطرد، من سب جوزك، ما هي الافعال؟ يعني حضرتك عملت ايه عشان هم يعملوا كده عشان نعرف نرد على حضرتك؟ انا بتخانق انا وسلفتي، انا وسلفتي يعني شدينا سلفتك بعض دي اللي قوي. هي مين؟ اللي هي مرات اللي طردك؟ لا مراتي الصغير خالص، تمام. انا بشد. والمشكله كلها من عيل صغير عنده 10 سنين، انا بشد انا وهو. غلط يا بابا كده، عيب يا بابا. مامته طلعت هي مدلعينه شويه. في ايه؟ عمل ايه؟ بقول لها ابنك عمل بيرد عليا وقال لي ادب عليا. راحت شتمتني زي ما ابنها شتمني. فانتي رديتي عليها. فانا بكلم بقى سلفتي، اخت جوزي اتدخلت بدل ما تخش مثلا كده عيب كده غلط، لا دخلت اهانتني وانتي وانتي وانتي. فانا رديت عليها بقول لها يعني انا صابره كتير على اهانتهم، وعمال اقول بيتي وعيالي معلش. طب هما هي لما بيهنوكي ردت، من غير هي سبب؟ لما ردت عليها يا بنت كذا، فاعتبروها انها لا شتمت الاب والام. لا لا لا، ما ردتش كده. هي قالت لي امال هو انتي بيقول كذا، لك قلت كده لها انتي. وخلاص؟ قلت لها، هي بتقول لي انتي كذا، قلت لها انتي اللي كذا بس. تمام. فهي قالت لي يا بنتي كذا، فانا ما رضيتش ارد احتراما لجوزي بيعشق والده. يعني انا من ساعه ما دخلت البيت ده وانا بتعامل زي ما القران قال، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. بقالي 10 سنين بتعامل بنفس الكلمه. سؤال حضرتك ايه يا فندم؟ انا دلوقتي سيلفي اللي طردني تاني مره جاي يرجعني. بابا قال له دي مش هتخش البيت تاني، تأجر شقه بره عشان منع المشاكل. فجوزي بيقول لي ما بقاش عندي بيت ابويا واجر بره، هل انا كده جاي على جوزي؟ طب يعني انت ليكي شقة مستقلة في البيت؟ انا ليا شقه مستقله، بيت السلايف، بيت السلايف حماتي بيت بيت لوحدها. السلايف، بيت العيلة، ليكي شقة مستقلة ولا لأ؟ ايوه تمام يا واحد له فندم. دور. تمام. طيب حاضر. طيب نجاوب الاول مدام مروه بقى، كانت بتقول انه كان في ناس منتظره ان هي تقف جنبها، الناس دي ما وقفتش جنبها وهي صعبان عليها منهم، هل ده ممكن يكون سيئات هي عملتها عشان كده الناس ما وقفتش جنبها؟ والله مسألة انه ناس تقف جنبنا من ناس ما تقفش، هذا امر يعود الى شخصياتهم، وانا عملت معاهم ايه عشان هم يردوه الي؟ ما هي الدنيا هات وخد اصلا. صحيح. كونهم وقفوا ما وقفوش امر ما يخصنيش، يعني انا مش مشكلة عندي. يا ريت واحنا بنتعامل مع الناس نقلل سقف الطموحات معاهم. يا جماعة قللوا سقف العشم، تمام، وخلي عشمك كله في ربنا سبحانه وتعالى. قللوا سقف العشم من الناس عشان ما تزعلوش من حد، تمام. كتير من الناس مشغول، كتير من الناس عنده ما يكفيه، كثير من الناس عنده ما يكفيه. سبحان الذي أودع في كل قلب ما يشغله. الطفل الصغير اللي عنده 2 سنين بيلعب مشغول بألعابه، وممكن أمه تناديله وهو مشغول عنها. فسبحان الذي أودع في كل قلب ما يشغله. وأعقل الناس أعذارهم للناس. ربما بعضهم ما لم يكن لديه القدرة ممكن يكون ما فيش في المادية، ايده، وما فيش حاجة في ايده حاجة ممكن يعملها. الله يبارك في عمرك ما فيش في ايده حاجة يعملها، ممكن يكون ما خدش باله، ممكن يكون كان ناسي الموضوع. فأعقل الناس أعذارهم للناس، وثم يعتمد بعد الله على نفسه أفضل، ويقلل سقف الطموحات، هذا أفضل عشان يعرف يتعايش. كثير من الناس مشغول دلوقتي، سبحان الله. إحنا نستقبل النهار الليل جه، نستقبل صحيح. الليل النهار جه، الأيام بتمر بتجري بالظبط، وكل إنسان عنده ما يشغله. أسأل الله أن يصلح الحال يا رب. أمين يا رب. طيب مدام رضا بقى ومشكلتها مع جوزها وأخوات جوزها. طبعا إحنا دايما عندنا مبدأ هنا في هذا البرنامج العظيم، أنه إحنا دايما دايما بنحب نسمع منين؟ من طرف، احنا بنسمع من طرف واحد. الله يبارك في عمرك، فاحنا سامعين من طرف واحد، والطرف الواحد دايما ما بنتهمش الاستاذ المتصل، احنا بنتكلم بشكل عام، دايما بشكل اللي عام. بيحكي بيحكي من وجهة نظره هو، فهو بيبقى شايف نفسه ما غلطش. مظبوط مظبوط، ودايما اتعودنا برضو على
ان الناس لا ترى الا ردات الافعال. ولما يحكي واحده ست بتتكلم عن جوزها انه شتمها، هي بتقول كده، طب شتمك ليه؟ ما عملتش حاجه. طب ازاي؟ فهماني حضرتك؟ طب انت اتخانقت مع سلفتك، مش معقول انت بتقولي لابنها يا بابا وهي تطلع تشتمك. انت فهماني؟ مش معقوله يعني. تمام. طيب اتخانقتوا بتشتموا في بعض ليه؟ هذا لا يليق شرعا اصلا، السب والشتم. المؤمن ليس بالسباب ولا باللعان ولا بالفاحش ولا البذيء خالص، المؤمن مش كده. فالسب والشتم هذا لا يجوز، سواء منها مع سلايفها ولا من زوجها معاها، هذا لا يجوز شرعا ابدا باي حال من الاحوال. المؤمن ليس بالسباب ولا باللعان ولا بالفاحش ولا البذيء. ما تعودش لسانك على السب، ما تعودش لسانك على الشتم، لانه الكلمة الواحدة ممكن ترمي صاحبها في النار 70 سنة. النقطة اللي بعد كده، زوجها ينبغي انه يعمل عملية فصل. مش اخوه جاي ويطرد. ما انا شايفة ان هو ملوش اي رد فعل خالص، ما ينفعش. يعني مش لا موجود خالص في الحكاية. هل الموضوع وراءه شيء اكبر؟ وارد، قد يكون. هل فعلا ممكن تكون غلطت في الاب والام فعشان كده سلفها بي 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 بيطردها؟ قد يكون، نحن لا نكذبها خالص، بالعكس احنا بنجاوب على الكلام اللي هي بتقوله. فعلى جوزها انه يحمي زوجته من غير لا غلط في اخوه ولا عنف اطلاقا، يتكلم مع اخوه ويتفاهم مع اخيه. وانت لو زعلان من زوجتي في حاجه او صدر منها حاجه، من فضلك تعالى لي. هو ده الصح، الاخوات يتعاملوا مع بعض. صح. انا مش هتعامل مع زوجة اخي واطردها واقول لها بره البيت مباشرة، ما اهليها راجل. يترد عليه بالبلد، اتعلمنا كده في الصعيد. انا اقول لاخويا تعالى زوجتك عملت كذا كذا كذا، ده ما ينفعش وده ما يتكررش. وهو اللي يحميكي بقى، والا يبقى ليا موقف معاك تاني، معاك مش معاها. انا مالي ومالها خالص، هي لها الاحترام والتقدير. طب بعد كده لا، ما ينفعش تقول له سيب بيت العيله وخد لي بره. ظروف الناس اصلا، هيأجر ازاي وبكام وسايب بيت عيله وبيت واخواته ليه؟ هي ترجع وهو يضمن لك يعني حمايتك داخل البيت، وتقتصري مالكيش علاقه باي حد غير سلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام. فاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم ان شاء الله بعد الفاصل. انا اتكلت عليك في كل احوالي، اتكلت عليك في كل احوالي. برحب بحضراتكم مشاهدينا معنا مرة تانية. معنا النهارده فضيلة الشيخ الدكتور رمضان عبد الرازق، عضو اللجنة العليا للدعوة بالأزهر الشريف، وإن شاء الله في انتظار تليفونات حضراتكم وأسئلتكم. فضيلة الشيخ، قلنا الأماكن اللي فيها استجابة للدعاء. مظبوط، زي جبل عرفات، زي الكعبة المشرفة، زي الملتزم، زي مقام إبراهيم، زي حجر إسماعيل، زي الروضة الشريفة، زي المسجد النبوي، زي المسجد الحرام. تمام. ده كله ده أماكن يرجى فيها إجابة الدعاء، في زمان يستجاب فيه الدعاء، الثلث الأخير من الليل. طب المساجد أرجى يقبل فيها؟ أي طبعا بإذن الله. ومن الأزمان الثلث الأخير من الليل، بين الأذان والإقامة، عند الأذان، عند سجود الإنسان بين يدي الله عز وجل، وراء كل صلوات، أدبار الصلوات، خلف الصلوات، كل دي أزمان أرجى في الإجابة. زمن نزول المطر. زمن نزول المطر. مظبوط. طب أحوال بقى، صيام. نعم فندم. صيام. مظبوط. حالي أنا إيه؟ الحال الأول القوي جدا جدا حضور القلب والخشوع، حاضر قوي قلبي وخاشع قوي قلبي، أرجى في إجابة الدعاء. اثنين، المضطر. بمعنى أمن يجيب المضطر إذا دعاه، اللي هو في ضائقة شديدة جدا جدا وصار عنده يقين إن كل الأبواب اتقفلت فانقطع الأمل في كل الناس ولم يبقى إلا رب الناس، ساعتها بقى مع الحضور القوي جدا جدا والاضطرار الشديد يستجيب الله له. الاخلاص الشديد. تمام. حتى ده في الدعاء. اي بالظبط، ده لما اخلص غير المسلمين في الضائقه
استجاب الله لهم، حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين فلما نجاهم، يعني استجاب لهم ربنا. فقل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. فالقضية الإخلاص الشديد أرجى في الإجابة، ده حال من الأحوال، حال الإنسان أثناء السفر أرجى في الإجابة، حال الإنسان أثناء السجود في المرض، حال الإنسان في المرض، حال الست أثناء الولادة ده أرجى لإجابة الدعاء. وفي دعوات خصها النبي بالإجابة، يعني في دعوة نفسها كده هي اللي يدعي بها ربنا يستجيب له، اللي هي لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوة أخي ذنون ما دعا بها مسلم إلا استجاب الله له. ففي دعوات معينة زي الدعاء بسم الله الأعظم، زي واحد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قاعد فواحد من الصحابة اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، في رواية أن تغفر لي. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد دعوت الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، قد غفر له قد غفر له قد غفر له. فيبقى احنا عندنا مكان استجاب الدعاء، زمان له استجاب الدعاء، أحوال لها استجاب الدعاء، أدعية معينة لها استجاب الدعاء، أشخاص معينة لها استجاب الدعاء. طيب ونقول برضو نقول دعوة الأب، دعوة الأم، دعوة الأخ لأخيه ظهر الغيب، أشخاص، كل مسافر أثناء السفر. طب أنا عايزة أتوقف عند جزئية دعوة الأم، عشان السؤال اللي دايما بيتسأل إنه أنا أصل أنا بدعي على أولادي كتير وأنا ربنا هيستجيب ليا ولا لا، أصله لا ربنا مش هيستجيب ليا عشان أنا بقولها من وراء قلبي. من الأخطاء الضخمة جدا إن بعض الأمهات قد يكون بسلامة نية، قد يكون ما يعرفوش، قد يكون يعني تقول أدعي على أولادي وأكره اللي يقول أمين. طب بتدعي ليه أصلا؟ أقول لحضرتك حديث عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم رواه الإمام مسلم في صحيحه. كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في سفر ومعه بعض الصحابة، فواحد من الأنصار ركب ناقته، لما قام النبي صلى الله عليه وسلم بناقته الأنصار ده استعجل ركب الناقة شق يعني إيه ضربها لتقوم مسرعة فتلدنت عليه، يعني تأخرت شوية اتلكأت شوية، فقال لها شق شق شين ألف عليها همزة لعنك الله، بيلعن مين؟ الناقة، يلعن البعير. فسيدنا النبي سمعه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من هذا اللاعن بعيره؟ قال أنا يا رسول الله. قال انزل عنه لا تصحبنا بملعون. مش معناها أن أنت لو لعنت حاجة سيبها وامشي، لكن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم معه خصيصا لا تصحب شيء فيه لعن، لكن مش هسيب مالي، لكن هو نهي أنك ما تقولش والعياذ بالله لعنة الله على هذا اليوم، لعنة الله على فلان، حتى لو إحنا بنهرج لعنك الله يا فلان، لا 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 هذا لا يجوز اصلا. من هذا اللاعن بعيره؟ قال انا. قال انزل عنه لا تصحبنا بملعون. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدعوا على انفسكم، زي ما واحد يقول ايه ربنا احرقني بعيد عنا عنك، لا هذا لا يجوز اصلا، لعلها تصادف لحظه اجابه. لا تدعوا على انفسكم ولا تدعوا على اولادكم ولا تدعوا على اموالكم، عسى احدكم أن يصادف لحظة إجابة فيستجيب الله له. في أم كذا حد اتصل بي بعيد عنا وعنك دعت على ابنها إنه مش عارف عربية تعمل فيه إيه وتحققت الدعوة، فبتقول قلبي محروق مش عارف. طب ليه؟ طبعا الله يرضى عني وعنكم، فيش حاجة اسمها ده دعوة بس بلساني من وراء قلبي وادعي وأكره اللي يقول أمين. يا جماعة لا، ده ممكن تكون لحظة إجابة ومش هيتكوي بالنار غيرك، صح. فانتبه لده، هذا لا يجوز اصلا. طيب ناخد التليفون ونكمل. مدام رانيا، مدام رانيا اتفضلي. الو. ايوه اهلا بيكي. عامله ايه؟ الحمد لله بخير. إيه معلش ازيك يا شيخ رمضان، كل سنه وانت طيبين. حضرتك بألف خير يا رب. انا عايز اسال بس الشيخ رمضان سؤالين معلش. اتفضلي بس استاذنك علي صوتك بس شويه. ماشي شكرا. رمضان لو سمحت، انا ليا لو ليا فلوس
ايوه لو اتفضلي. بقول لك يا شيخ رمضان، لو ليا فلوس عند حد وتوفى اطالب فيها ولا سامح عليها؟ حاضر. بس هو مفيش ورقه ولا فيه اثبات ولا فيه حاجه. عندك شهود انك ليكي الفلوس دي؟ لا لا. ازاي يعني؟ مفيش حد. ايه اللي يثبت صدق كلامك يا بنتي؟ يعني هو، طب هو اتوفى، طب انا هفتري على حد تاني؟ ايوه، اما هو انا المساله مش افترا. انا هروح حد الواحد فلوس، لا معايا ورقه ولا معايا ايصال، كان حد حاضر ولا حد حاضر عشان يشهد لي. اه فهماني حضرتك؟ طب وايه اللي صبرك لما مات؟ ما هو قال في ظروف، ولما الظروف تتحسن وما تتحسن وكلام من ده، وجو سبحان الله توفى فجأة. تمام، عندك سؤال تاني؟ ايوه، في دلوقتي انا والدي متوفي من حوالي حاجه و20 سنه. وانا متزوجه ومعايا طفلين. حصلت مشكله امبارح بالليل مع جوزي، ومد ايديه عليا وكده، واهله قعدوا يشتموا في والدي ووالدتي ليه عملت ايه عشان يمد ايده عليكي؟ كل اللي عملته ان انا اللي هي كبرتيه، اللي هي كبرتيات الاطفال دي. ان انت ايه؟ كبرتايا، كبرتايات اطفال اللي الطفل بيتلف بيها. الكافيرتا، اوكي. الكافيرتا اللي الطفل بيتلف بيها دي كانت عند مرات اخوه. اه. وانا طلبتها، قلت انا عايزاها عشان لو جبت اطفال تاني تبقى موجوده عندي، لانها هي بتاعت اولادي. فانا طلبتها، فعملوا مشكله على كده. وهم بطلوا يستخدموها ولا بيستخدموها دلوقتي؟ لا، بطلت تستخدمها بنتها، بسم الله ما شاء الله عندها 6 شهور او 7 شهور. مش محتاجاها يعني؟ لا مش محتاجاها، فانا طلبتها. فهو بقى لما جوزي. طب انت قلتي لجوزك قبل ما تطلبيها؟ لا. فلما طلبتها هو بقى لما جه عملوا معاه، قعدوا حرشوه عليا وطلع ضربني، وجبت انا من هو قال لك سيبيها شويه وانت قلتي له لا؟ لا، ما قلتش، ما قالش سيبيها ولا حاجه. هو جه رايح طالع مزعق على طول ومدد ايده عليا. مجرد بس ان انت طلبتيها؟ ايوه. تمام. وهي حتى ردت قالت اللي انت يعني انت عايزاها هاتي اللي عندك. فانا جيت رايحه مديها اللي عندي، وبعدين من كتر ضربه فيا وزهقي طلعت سرحت في الشارع. فوالده جرايح جايبني وضربني وقعد. كمان والده ضربك؟ ايوه، قعد لمجرد انك طلبت الكوفيرتا هو والده ضربه؟ هي خرجت صرخت في الشارع. انا صرخت في الشارع من الضرب. طلعتي بهدوم البيت في الشارع؟ ايوه. يبقى وبعدين ايه اللي حصل؟ لما ضربني يبقى بيقول لي اطلعي، فقلت له مش طالعه. يبقى قعد بقى يشتم ويقولوا الفاظ شتيمه وحشه على والدي ووالدتي. وانا حاسه بالذنب لوالدي ووالدتي ان هما بينشتموا وانا مش عارفه اعمل حاجه. طيب تابعينا يا رانيا. طيب نجاوب على سؤالها الاولاني، الفلوس اللي مسلفها لحد توفى. اولا هو ربنا سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز، اطول ايه في القران الكريم يا جماعه اسمها ايه الدين، صفحه كامله، الصفحه قبل الاخيره من سوره البقره. يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه. دي نقطة مهمة جدا. يا جماعة لما يحصل تداين عشان نحفظ الحق. بالظبط، نكتب ورقة نحفظ بها الحقوق. طيب فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. طب أنا مش هكتب ورقة، حد يبقى شاهد. طب أنا هديها لحد ومش موجود، مش موجود شاهد، فاللي أنا بديها له أقول له بعد إذنك عرف ولادك عشان لا قدر الله لو حصل حاجة. دي نقطة مهمة جدا، فاحنا لما بنخالف شرع ربنا بنقع في مشاكل اهو. صح. هو دلوقتي صح. ما الذي يثبت هذا؟ ايه اللي يثبت انك ليكي فلوس؟ تمام؟ دي نقطة مهمة جدا، لو جحدوا ذلك وقالوا لا، من حقهم، لأنه هات البينة. البينة، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال كده، البينة على المدعي واليمين على من أنكر. هي تدعي إن ليها فلوس على والدها، على والدهم أو على حد من الناس، معهاش شهود ومعهاش ورقة، يبقى ممكن تجيب المصحف وتحلف عليه ان هي اديته الفلوس، والفلوس دي كان في الوقت الفلاني في المكان الفلاني لامر من الامور الفلانيه، والدليل على ذلك كذا. ينفع؟ طب ما رضيوش يدوها فلوسها، تسامح بقى هي؟ تسامح وتعلنها صدقه وتؤجر على ذلك. تمام.
هنروح لفاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم إن شاء الله بعد الفاصل. طيب. أنا اتكلت عليك في كل أحوالي، اتكلت عليك في كل أحوالي. بعد أجازة عيد الأضحى المبارك، وأكيد العيد عدى علينا كلنا ولمة العيلة وأكل الأكلات الدسمة واللي فيها دهون كتير جدا، في ناس كتير جدا ممكن يكون وزنها زاد. يمكن من خلال التقنية الحديثة والتطور الكبير في عالم الطب وجراحات السمنة، بقى في طرق كتير جدا عشان تناسب كل الأوزان وكل الناس اللي ممكن يكون بعض الناس عندها مشاكل مرضية، عندها مشاكل في جسمها، عملت دايت كتير وما قدرتش تخس، ولكن الحلول كتير جدا، وده اللي هنقوله النهاردة إن شاء الله مع الدكتور أحمد السبكي استشاري جراحات السمنة والسكر والتجميل بجامعة عين شمس. دكتور أحمد أهلا بيك ومنورني، كل عام وحضرتك بألف خير. يعني اكيد بعد العيد في اوزان كتير جدا، الدنيا باظت معاها، اكل لحوم كتير، حاجات كتير ممكن يكون داخلها دهون سكريات والوزن بيبوظ، نقدر نلم الدنيا ازاي؟ هي دايما المشكله عند ناس كتير بتبقى رابطه الزياده في الوزن بالاكل فقط. لا، الحقيقه هو في معادله ما بين الطاقه اللي داخله جوه الجسم والطاقه اللي خارجه. الانسان لو كان قدر بياكل وبيلخبط شويه، واكيد الاكل جزء من الاستمتاع في وسط الصحبه والاهل وكده، لكن كان شويه نشاط وحركه او ادويه كانت ممكن تساعد ان احنا زي ما قلنا كده في اخر فقراتنا في شهر رمضان تمنع ان الشخص يزيد حتى وهو بياكل. دلوقتي خلاص احنا زدنا، اللي حصل حصل. لا، في ادويه بقى ممكن ترجع تخسسنا وترجع تزود الحرق، ترجع تسد الشهية، ونخس شوية اللي زدناهم ونخس عليهم شوية، ونقدر نخس لغاية 20 كيلو بأدوية خفيفة وبسيطة وفعالة وأمنة. يعني خلينا نقول إن عالم الأدوية للتخسيس اتغير تماما. كنا فترة بنقول كل الأدوية الموجودة مقلقة، مضرة فعلا، مش مقلقة فقط، ده هي مضرة وضررها ثابت. وللاسف كانت كل الناس بتاخدها اونلاين، ومن بعض العيادات اللي بتسوق، لا وبنسمع دي تقول انا خدت دواء جربته جاب نتيجه فالتانيه تروح تجيبه. بالظبط، وده خطا تمام. اي دواء من خارج الصيدليه لا، لازم تقلق منه يعني تمتنع عنه تمام. حتى لو من عياده، حتى لو اي مصدر غير صيدليه، لا ما تاخده. في نصيحتي الشخصيه لا ما تاخدوش تمام. الأدوية الموجودة في منها اللي بيسد الشهية، في منها اللي بيزود الحرق، في منها اللي بيمنع امتصاص جزء سواء من الدهون اللي في الأكل. يعني طبيعي الشخص هياكل وجبة فيها دهون وياخد دواء يمنع امتصاص الدهون دي، هياخد أكل فيه شوية سكريات زيادة، في دواء يمنع الامتصاص، وكل دي أدوية حديثة وفعالة وآمنة، فأصبح لا نقدر نعوض اللي فات ونخس كمان شوية وبدون جراحات وبدون أي تدخلات. طب احنا ليه يا دكتور لما بنيجي ننزل في الوزن بننزل ببطء شديد جدا، نطلع بسرعة غير عادية؟ هي دي معلومة معروفة عن جسم الإنسان، إن نسبة الوزن وما يحقق هذه النسبة من نسبة حرق وهرمون الجوع وهرمون الحرق، دي معادله جوه الجسم، الجسم بيظبطها على اعلى نسبه وزن وحرق وصل لها. بمعنى الشخص النهارده اعلى وزن وصل له كان 80 كيلو، خلاص الجسم عامل زي الترموستات بتاع الثلاجه، ظبط نفسه على ال 80 كيلو دول. طيب علي بقى 90، مش من السهل ينزل ال 80. ليه؟ لان الترموستات اتغير وظبط نسبه الوزن عنده على ال 90 كيلو، وما يوازيها بقى من نسبة الحرق والأكل والامتصاص وكل المعادلات دي. عشان كده دايما بنقول ما تزيدش كيلو بزيادة بسهولة. حافظ على ان انت او انت لو وصلت لرقم معين اعتبري ده الريد لاين بتاعك، ودايما اتحركي تحتيه بكل الطرق بقى، بالأدوية، ببالون، بكبسولة، بنحت، بعمليات، ايا كان، لكن عايزين نستوب ان احنا نعلى، لان خلاص الارتفاع ده الجسم ظبط نفسه عليه. عشان ننزله زي ما حضرتك بتقولي اوقات بتبقى الطريقه
مش هنقول مش متاحة، لا متاحة، بس بتاخد وقت أكتر، تاخد مجهود أكتر. فكل ما نحافظ على وزن أقل كل ما يبقى الطريقة أبسط والإجراء أبسط. طب الناس اللي زادت مثلا 20 كيلو، 25 كيلو، 30 كيلو، بيبقى فكرة النزول 30 كيلو بيبقى صعب، لما حد يقول أنا هعمل دايت عشان أخس 30 كيلو بيبقى الموضوع مرهق. أوقات ده بيضعف إرادته وبيخليه عنده نوع من الإحباط أو حاسس إنه مش هيقدر يحقق النتيجة بالزبط. دي ولو حققها مش هيقدر يحافظ عليها. فدايما بيبقى محتاج نوع من المساعدة الإضافية، والمساعدات درجات زي ما حضرتك قلتي، حسب وزنه وحسب إرادته وحسب استعداده وحسب طموحه وعايز يوصل لكام. فاللي تخنت او زايده 20 كيلو عايزه تخس نقدر نساعدها بحاجه زي الكبسوله. الكبسوله طبعا فيها مميزات مش موجوده في اي اجراء تاني، ولا موجوده في الادويه، ولا موجوده في النحت، ولا موجوده في العمليات، وهي انها حاجه تكاوي وانت قاعده بتاخديها وانس وبتنسيها خلاص. كبسوله هتتبلع في 5 دقائق وتتملي جوه المعده وخلاص خلصنا الموضوع، ولا هناخد دواء كل يوم، ولا له مواعيد، ولا لها اعراض جانبيه، ولا زي البالون هنعملها بمنظار، ولا زي العمليات هنحتاج الاجراء تخدير، هي فكرتها ولا لها فتره نقاهه. بسطتها في انها الناس اللي بتخاف من الجراحه، الناس اللي بتخاف انها تدخل تعمل اي اجراء تاني، هي زي ما حضرتك بتقول كبسوله وخلاص. كبسوله حتى الناس اللي بتقول انا ما بقدرش التزم بادويه فترات طويله، يعني مش هقدر اخد دواء بانتظام، بنسى، بنشغل، بفوت ميعاده، والصبح بطلع مش عارف ايه، اوقات افطر، لا ده هو كان قبل الفطار، فده ميزته لا هي 5 دقائق خدناها وخلاص هننسى الموضوع، و4 شهور هي شغاله وبتدينا شهيه قليله جدا وحرق عالي جدا وبدون مضاعفات وبدون تدخلات، وهتروح لوحدها مش هنحتاج نشيلها. فهي الحقيقه فيها ميزه مش موجوده في حاجات تانيه كتير. لكن اللي مرحلته عدت شويه له حل، وله حل بسيط اللي هو اعلى من كده، اعلى شويه. هي بتخسس قد ايه تقريبا؟ يعني الكبسوله بنقول 20 كيلو ينفع يزيدوا، بس ده هيعتمد على الشخص نفسه، يعني في حركه، في اراده. الزياده والنقصان بقى تفرق في الحركه، السن في تاثير الحرق طبعا وفي الحركه. لكن نقدر نساعد بادويه معاها ونوصل لل 30. ينفع الشخص نفسه يبقى نشيط، ولو بيروح معاها جيم يبقى كويس. احنا بنقول الكبسوله ما بنحتاجش معاها دايت. طب لو هو خلى اكله في الفتره دي كمان هيلسي، يبقى هيجيب نتيجه افضل، نجيب نتيجه اعلى، نقدر نحقق نتيجه اعلى. طيب اللي هو عايز نتيجه اعلى من غير ما هو يشارك معانا باي حاجه، في حاجه اسمها البالون اللي بتقعد سنه، البالون الامريكيه الحديثه، ودي طفره جميله برضو، ولنسبه من الناس اللي وزنهم عالي 40 50 كيلو زياده وعايزين يخسوا ومش عايزين عمليه زي التكميم، البالون السنه او ال 365 هي اسمها كده حلت المشكله، ولا مفيش عمليه ولا تخدير، بتاخد بمنوم خفيف وبالمنظار في 5 دقائق، مش محتاجه فتره نقاهه. والحقيقه اثبتت نجاح في حالات كتير، ما يعني ما كانوا خايفين من العمليات، او مثلا عندهم عضله القلب ضعيفه جدا ومش عايزين يدخلوا تخدير، بتقول لك لا انا نفسي اصلا مكروش وعلى جهاز سباب، بلاش اعمل عمليه، الدكتور قال لي خطر. طب خلاص البالون اللي بتقعد سنه 40 كيلو ممكن يزيدوا كمان لغايه 50 كيلو ونتيجه بسيطه برضو واجراء برضو في 5 دقائق تزيد عن الكبسوله، ان احنا بندخلها بالمنظار وبعد سنه هنشيلها بالمنظار، والمنظار ما بيحتاجش بنج كلي ولا حاجه، محتاج منوم خفيف ملوش اي اعراض ولا اي حاجه بتضايق الشخص. اقصى حاجه لو حصل سنه حموضه او مخصه خفيفه كده بنديه له ادويه بتضيع الاعراض دي، ولكن بيستفيد بالنتيجه. في اي حد ممكن يكون عنده اي مرض يمنعه من ان هو يعني يعمل يلجا للاجراء مثلا بتاع الكبسوله او البالون؟ او البالون يعني الناس اللي عندهم قرح حاده وموجوده مش كانت موجوده وتعالجت، ما ينفعش طبعا يبقى المعده تعبانه وفي قيء وفي قرحه ونعمل عليها اي اجراء، ده حتى الادويه العاديه بنتجنبها. اللي عنده او عندها حاجه اسمها فتق في الحجاب الحاجز من الدرجه 5 ما يفضلش برضه نعمل البالون او الكبسوله، ودي حاجه بنعرفها من الاعراض لما بيجي بنساله على شويه حاجات بنعرفها حتى من غير ما نعمل منظار او حاجه. لكن خلينا نقول الكلام ده نسبته ما تعديش 1 من 1000 اللي احنا ممكن نقول له لا انت ما ينفعكش الكبسوله او البالون، لكن لا بتنفع لغالبيه الناس على الاطلاق. طيب الجراحه
والناس اللي بيبقى اوزانها لا عدت كتير جدا وفقدوا السيطره في فكره انهم طبعا يعملوا دايت او ان هو تكون تنفع لهم البالون او ينفع لهم الكبسوله، ايه الاجراء اللي ممكن يكون ليه انسب؟ خلينا نعدلها دلوقتي وما نقولش الجراحه، احنا بنسميها مينيمالي انفيزيف لابروسكوبي. بعد التقدم الحديث في عالم المنظار وتكنولوجيا الادوات ما بقتش جراحه خالص. بقت حاجه اسمها ميني او مينيمال انفيزيف، حاجه يعني الات رفيعه نص سنتي، ما فيش جروح، عمليه تتعمل في نص ساعه، ما فيش الم، ما فيش فتره نقاهه. كمان خلينا نعدل في نقطه ان هي تنفع للاوزان الكبيره فقط، لا بالعكس، في ناس 15 كيلو ويقول لك انا مش هعرف اعمل دايت، الزياده 15 كيلو زياده وانا مش هعرف اعمل دايت، مش هقدر اتحكم في نفسي، انا او عندهم الحرق بقى ضعيف، انا خلاص بقيت اعمل دايت واتحرم من الاكل وما بخسش، انا عايزه حل نهائي، ينفع لها العمليه. 50 كيلو 100 كيلو واكتر ينفع لها العمليه. الطريقه الحديثه والتكنولوجيا الادوات خلت نسبه الامان في العمليات باذن الله 100%، نسبه الراحه 100%، كمان نسبه التحكم في نتائج العمليه، ودي نقطه مهمه جدا، ان انا اقدر اتحكم المريض يخس قد ايه وما يخسش قد ايه. وفي 90% من الحالات ما بنحتاجش نديله فيتامينز خالص، لان بالطريقه والادوات زي ما حضرتك شايفه التكنولوجي الادوات اللي بيخلي كيرف المعده، شايفه الاله اللي بتلف شمال ويمين دي اللي بنسميها الدباسه الذكيه دي، خلتنا نقدر نرسم قطر المعده ما يبقاش ولا حته ضيقه ولا حته واسعه، ولا المريض عنده قيء ولا عنده نقص فيتامينز ولا بديله مكملات غذائيه ولا بروتينات، وبياكل كل حاجه من اول شهر، عكس زمان كان يقول لك ده انا عامل تكميم، ده انا باكل فتافيت، ده انا بضرب بالاكل في الخلاط، او مش هنقول زمان، هو ما زال موجود بس للي لسه بيشتغلوا بالادوات الاقدم اللي ما متمكناش من تحقيق الشكل المثالي للمعده والطريقه اللي الشخص يقدر ياكل فيها كويس وياكل بروتين من الاول وما يبقاش عنده اي نقص غذائي ولا نقص فيتامينز، ولا بشرتها متأثرة ولا شعره بيقع ولا مجهد ومش عارف يروح شغل. كل الكلام ده الحمد لله في العصر الحديث وبالتكنولوجيا الحديثة لا خلاص ما بقاش موجود. فأصبح الجراحات المنظار الحديثة لعمليات السمنة سواء تكميم أو تحويل أو ساسي التحكم فيها وفي نتائجها وبإذن الله نسبة الأمان فيها 100% خلتها يعني بقت بسيطة وسهلة، بسيطة ومنافس حتى لأبسط الإجراءات حتى في الأوزان البسيطة. كنت قاعدة مع ناس وبيتكلموا على الساسي وبيقولوا إنه لا هو أصل هو لسه مش معروف قوي هنا عندنا ولسه ما حصلش عليه تجارب كتير، هو عبارة عن إيه أساسا؟ هي اسمها إكسبيريمنتال سيرجري، هي عملية تحت التجربة عالميا مش عندنا في مصر. يعني هي لسه الاستاتستكس والإحصائيات العالمية عشان تأبروف أو تدخلها في مرحله زي التكميم مثلا والتحويل عمليات ابروفد وخدت اعتماد وشهادات دوليه لانها اتدرست من كل سنترز العالم باعداد كبيره وشخصيات جراحين على اعلى مستوى ومؤسسات دوليه كبيره، فخلاص كل ما يمكن معرفته عنها خلاص اتعرف بنسبه كبيره. لكن الساسي عمليه بنسميها اكسبيرمنتال، ده مش معناه ان هي وحشه، لا عمليه حلوه ومناسبه. هي ايه عباره عن ايه؟ الساسي تكميم وبنعمل عليه خطوه تحويل اضافيه، يعني هي كانها يعني الاثنين مع بعض، مزيج بين الاثنين التحويل. لها ميزه في رايي انا في حالات معينه، وهي مرضى اللي عملوا تكميم ويا اما بيكسروا بالحلويات يا اما معدتهم وسعت شويه، ممكن نرجع نعيد التكميم ونزود عليها خطوه الاساسي او التحويل. ده في رأيي أنا ورأي مؤسسات عالمية كتير، هي نقطة هي مميزة في الحتة دي أكتر. ليه؟ اوريدي التكميم معمول، أنا ممكن لو هو وسع في حتة هرجع ضيقه تاني وهزود خطوة واحدة وهي خطوة التوصيلة اللي بين المعدة والأمعاء، يبقى أنا برضو استفدت بالإجراء اللي كانت عمل في الأول وهو التكميم السابق اللي ما نجحش أو وسع أو ما تعملش بطريقة سليمة، أو الشخص كان مكسر من الحلويات ممكن يدخل أساسي كحل مثالي ليه برضه. طب التفاوت في أسعار العمليات والجراحات دي يا دكتور بتختلف من شخص لشخص، إيه اللي بيخلي في تفاوت في الأسعار؟ احنا لسه كنا بنشرح لحضرتك فرق تكنولوجي الأدوات. الطفرة الكبيرة في عالم تكنولوجي الأدوات غير تماما في النتائج، وكل التوز المتاح يعني من أول الجيل الثالث للأدوات الأمريكية والجيل الثاني والجيل الأول
شركات اخرى منافسه امريكيه وجيده لكن مش بنفس مستوى الشركه الاصليه من غير ما نقول اسامي. وفي ادوات من بلاد شرق اسيا الكوري، وفي ادوات اقل صيني، وفي ناس بتعيد استخدام الادوات، وده خطا بقى يعني ايه دي انا بعتبرها خطا مهني طبعا. لا يجوز ولا يصح لان الادوات دي معموله عشان تستخدم. ففرق التكنولوجي اللي بيحقق نسبه الامان والراحه والنتيجه اللي احنا اتكلمنا عليها هو فاريبل. ده الجيل الاول من الادوات الامريكيه، الجيل الاول اللي احنا الفيديو اللي عرضناه كان الجيل الثالث. يبقى احنا عندنا فاريشن من نفس الادوات الاصليه، فما بالك بقى لما تنزلي تحت بتلاقي ادوات غير اصليه وتلاقي الكور. وهو ده اكيد اللي بيخلي الدنيا تختلف، نسبه الامان هتختلف. عشان كده ممكن نلاقي كل فتره حصل حاله حصل له مشكله. فلا احنا طبعا ملتزمين باحدث حاجه عشان نحقق افضل النتائج باذن الله ان شاء الله. نورتني يا دكتور، بشكر حضرتك واشوفك على خير. بشكر حضراتكم مشاهدينا، ولو عشتوا كل يوم اشوف حضراتكم بكره على خير ان شاء الله. سلام عليكم. انا لما اقول